أعزائي المشاهدين، السلام عليكم وأهلا بكم معنا في لقاء متجدد وبرنامج وزارة النساء. زي ما عودناكم في كل حلقة بنفترض وزارة نسائية، وزارة بيتم إنشائها وزارة افتراضية نسائية تختص بشأن من شؤون النساء. المرأة نصف المجتمع، لها من القضايا ما يحتاج إلى تسليط الضوء وإلى مناقشة تلك القضايا مناقشة متخصصة علمية. وزارة النساء هي وزارة هدفها فقط هو النهوض بالمرأة ورعايتها والنظر في شؤونها. في كل حلقة نفترض وزارة، واليوم نفترض وزارة نسائية جديدة يتم إنشاؤها في هذه الحلقة. هذه الوزارة هي وزارة البناء الفكري للمرأة. المرأة سواء كانت مبصرة أو حتى كانت كفيفة، وعندما أتحدث عن المرأة الكفيفة أتحدث عنها في سياق الحملة التي تتبناها قناة الصحة والجمال للمكفوفين، حملة نظرة أمل. وزارة البناء الفكري للمرأة تختص ببناء المرأة فكريا، وإن تحدثنا عن البناء الفكري وعن أهمية هذا الموضوع فسوف نتطرق إلى العديد من الجوانب التي ستوضح في سياق الحلقة مدى أهمية إنشاء مثل تلك الوزارة. في هذا اليوم بيحضرنا على الهواء مباشرة الدكتور أحمد شلبي، مستشار الصحة النفسية والإرشاد الأسري. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين جميعا. أشكرك يا فندم، وأيضا معنا على الهواء مباشرة ونسعد بصحبته في هذا اللقاء الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد النحاس. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك وأهلا بمشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الصحة والجمال. أشكرك يا فندم. الحقيقة موضوع النهاردة زي ما قلت لحضراتكم هي وزارة بيتم إنشائها. نحن من المفترض في هذه الحلقة القائمين على تلك الوزارة، القائمين على مناقشة أهم اختصاصات تلك الوزارة، ومن ثم إصدار القرارات في هذا الإطار في نهاية الحلقة. لو سألت الدكتور أحمد شلبي في البداية ما هو مفهوم البناء الفكري للمرأة من وجهة نظر حضرتك؟ هو الحقيقة البناء الفكري للمرأة أولا شيء مهم جدا، لكن هو جزء من أربع أبنية في شخصية المرأة: البناء السلوكي، البناء الوجداني، البناء الفكري أو المعرفي، والبناء القلبي أو الروحي. فالبناء الفكري جزء مهم وجزء أصيل في شخصية المرأة. لو أنا بتصور النفس الإنسانية كأنها مراحل، فلما بيحدث أي تصرف أو أي موقف بيدخل الأول على الحواس، الحواس بتنقله الى الجانب الوجداني او الى الجانب النفسي، بتاخد فيه موقف سواء كره او حب او كذا، وبعدين تنقله الى الجانب المعرفي اللي هو الجانب الفكري يعني يتفاعل معه ويتعامل معاه بالطريقه المعرفيه المطلوبه، ثم يحوله الى القلب او الى الاتخاذ القرار او العقل عشان ياخذ القرار، ثم يعيد مرة تانية للبناء الفكري إلى البناء الوجداني، ثم إلى الحواس لتقوم بالسلوك المناسب ردا على الموقف الذي حدث في الواقع. فالحقيقة البناء الفكري شيء مهم جدا، ويعني بيشمل حاجة جوانب كثيرة، يعني منها الجانب، منها التذكر، منها الإبداع، منها الانتباه، منها الإدراك، منها التفكير. يعني الحقيقة يشمل جوانب كثيرة ربما نتعرض لها بشيء من التفصيل أثناء حديثنا خلال الحلقة بإذن الله. طيب لو سألت الأستاذ أحمد النحاس، يمكن الدكتور أحمد شلبي اتكلم عن آلية أو اتكلم عن مفهوم البناء الفكري من وجهة نظره. طيب لو سألت حضرتك يا أستاذ أحمد
لما بنقول بناء فكري انشاء اي وزاره معروف ان بيبقى وراه دوافع ادت الى فكره انشاء تلك الوزاره. تلك الدوافع نعلمها نحن الثلاثاء المشاركين في تلك الحلقه هي ممارسات ربما تكون خاطئه من قبل المراه تحتاج الى هذا البناء الفكري. فسألت حضرتك ما هي ابرز تلك الممارسات من وجهه نظرك؟ اولا انا بحيي حضرتك والقائمين على امر البرنامج على فكره البناء الفكري للمراه. نعم. لان بناء الفكر هو الاساس، بناء الفكر هو السبيل الوحيد لسلامه الاسره واستقرارها. فيما يتعلق بسؤال حضرتك عن الدوافع اللي تخلي في ضروره واجبه لانشاء مثل هذه الوزاره وبعض السلوكيات اللي ممكن تصيب الرجل ببعض الضجر او الضيق من خلال تعامله مع المراه. فاولا خلينا ناكد على ان المراه مش نصف المجتمع، المراه هي كل المجتمع. دي من وجهه نظر شخصيه، المراه هي الام وهي الاخت وهي الابنه وهي الحبيبه وهي الزوجه. والرسول عليه الصلاه والسلام قال فيما معنى الحديث ان ربنا راضي عليه يرزق بالزوجه الصالحه، خير متاع خير متاع الدنيا الزوجه الصالحه. تمام. انما البناء الفكر للمراه في مثل جميل بيقول لك ايه، ابني ابنك قبل ما تبني له. بمعنى ابني ابني الاول فكريا وسلوكيا واجتماعيا ودينيا واخلاقيا قبل ما افكر ابني له بيت وابني له وابني له مستقبل. نعم. بناء الانسان، الانسان رجل وامراه. في هذا الحاله لما نتحدث عن المراه فنقول ان المراه لابد من تقويمها فكريا. للاسف الشديد احنا عندنا عادات عجيبه وخاصه في المناطق النائيه وحاليا في المدن. هناك مثلا على سبيل المثال هناك حاله من الهوس النسائي فيما يتعلق بامور السحر والتجل والشعوذه، وتلاقي احداهن تدعي ان في حد عامل لها عمل عشان مش عارف تزعل مع جوزها او مش عارف عشان ايه او وقف الحال. مثل هذه الخرافات، وهذا دور حضراتكم، دور الاعلام، دور اساسي ان احنا لازم يا جماعه قال الرسول عليه الصلاه والسلام اذا اجتمعت الانس والجن على ان يصيبوك بشيء لن يصيبوك بشيء الا قد كتبه الله عليك، واذا اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. تمام. فلازم يبقى عند المراه يقين ان احنا مؤمنين بوجود الجن، مؤمنين هذه مخلوقات وهذه هي المثلث الملائكه والجن والانسان، ولكن هذا فصيل او هذا مخلوق لا يتدخل في حياتنا الحياتيه الانسانيه الا بنظر ضئيل جدا وعن طرق بعيده مثلما ذكر السحر في القران. ولكن مش كل الامور نرميها في منطقه السحر والدجل والشعوذه، هذه جزئيه. وعلى فكره في احصائيه بتقول ان 87% من نساء الشرق الاوسط يؤمنن تماما فيما يتعلق بامور السحر والدجل والشعوذه، هذه جزئيه. الجزئيه الاخرى يجب على المراه ان تتوائم نفسيا وفكريا. طبعا مش عايز اتكلم نفسيا في وجود استاذنا الدكتور احمد شلبي، انما على سبيل المرور بصوره خاطفه. المراه يجب ان تتوافق نفسيا واجتماعيا وفكريا وذهنيا مع زوجها. يعني مثلا نتكلم بالبلدي، الراجل جاي من الشغل جاي تعبان، جاي مرهق، مثقل باعباء الحياه ومشاكلها، ويفاجأ ان هي مثلا تطلب منه احنا مش هنفسح النهارده، مش هنعمل الولاد تخرجوا. لا ده دي يعني انا بدي اعمل حدود الدجل والشعوذه. كنت اقول لك ما تعممش، انما دي نعمم. لا انا بقول احفاد ان 87% من نساء الشرق الاوسط لم اكن نساء مصر. انا تمام. انما بالنسبه بقى موضوع ان مش هتفسح الحمد لله، ده دي وممكن تفاجئ برضه الواد جاي مرهق وتقول له حصل وحصل وحصل في البيت والشغاله ومش عارف حصل ايه. يا سيدتي الفاضله لكل حديث مقال، انتقي الوقت المناسب. يعني مثلا ما تجيش في وقت زوجك مضغوط ماديا وتقول له احنا عايزين نجيب مثلا، وتلاقي حاجه مثلا ايه، حاجه مرفعه، حاجه ليست من ضروريات الحياه. يعني لازم الزوجه تراعي زوجها، تراعيه. اجمل شيء في الاسره هو التوافق والتوائم الروحي والوجداني والعقلي والفكري. واذا كان الراجل مشغول يا استاذ احمد؟ والله زي ما بعتب على الزوجه برضه، ان نحن نطالب الرجل بان يتوائم نفسيا وفكريا ويراعي اهل زوجه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وتتمه الحديث والرجل راع ومسؤول عن رعيته. استاذ احمد، انت حضرتك تطرقت لموضوعين من الممارسات الماخوذه
على المرأة. تمام. نعم نعم. ربما هناك ممارسات أخرى سوف نتطرق فيها في سياق التحليل. ولكن لما أسأل الدكتور أحمد شلبي وهذا السؤال أعتقد أنه سيكولوجي بحت. دكتور أحمد مسألة الاعتقاد في الدجل والشعوذة والاعتقاد طبعا السحر شيء جميعا نحن مؤمنين به. ولكن الدجل والشعوذة والإيمان بشخص لا يملك لنفسه شيئا. نسبة كبيرة من النساء. نساء نقول العرب أو نساء الشرق الأوسط بيؤمننا بفكرة أن في شخص ممكن مثلا مسألة اللي يعمل لها حجاب، أن في شخص ممكن مش عارف يفتح المنبل، أن في شخص. الفكرة دي موجودة ومتأصلة لدى كثير من النساء. لو قلنا التحليل النفسي لتلك الشخصية إيه؟ حضرت هو يعني الحقيقة الأول نرجع للحكاية من البداية زي ما تقول. نعم. يعني هل الأسرة المرأة اللي نشأت في وسط الأسرة وفي وسط الأم والأب هل هي تعلمت من أسرتها الأفكار الصحيحة حول هذا الموضوع؟ يعني حضرتك المثل حد بيقول ايه ابنك على ما تربيه. ايوه مش هكمل المثل يا دكتور بقى وجودك على متعودين ما دايما الجنون الاتحاد ده في حاجه اسمها ابنك على متعودين. فحضرتك يعني الاسره من ناحيه التربيه يعني هذا جزء مسؤول عن الكثير من هذه الثقافه المغلوطة في الكثير من الأحيان. الحقيقة حضرتك فعلا نحن نؤمن بأنه مثلا الحسد حق أو بعض الأمور اللي تحدث بالنسبة للسحر أو كذا أو كذا، لكن الموقف الصحيح منها إيه؟ إزاي نتعامل معاه؟ يعني ده المفروض موقف الأسرة. الواحد بيتعلم من مثلا والديه حوالي 60% من السلوك بتاعه. فإذا هو يعني طلع أو تربى صح في هذا الجانب مش هيكون هناك مشكلة، لأنه هيفهم الفهم الصحيح في هذا الجانب. الحقيقة من ناحية حضرتك الشخصية، حضرتك بتسأل عن مسألة الشخصية، هي المرأة يعني عندها قابلية للإحاء شوية، ولذلك فربما يكون هذا الأمر أكثر شيوعا عندهم نتيجة لمسألة الإحاء وقبليها زي ما قلت لحضرتك التربية الخاطئة في الأسرة أو تجاهل مثل هذه الأمور وعدم التطرق لها سواء في الأسرة أو سواء في المراحل التعليمية اللي مرت بها المرأة. يعني الحقيقة إحنا نحب أنه كل مرحلة من مراحل العمر يكون لها بناء فكر للمرأة، من أول المرأة ما تبقى في مرحلة الروضة ثم تنتقل إلى المرحلة الابتدائية ثم إلى مرحلة المراهقة. في نساء لا يعلمن شيئا عن مرحلة المراهقة، وهذاك احنا طبعا بتقابلنا مشكلات لا حصر لها، مشكلات كثيرة في هذا الجانب. وبعدين تفاجأ مثلا بان هناك دورة شهرية او كذا او كذا وهي لا تعلم شيء عن هذا الامر، يعني تظن انه مثلا نزيف وهي ماشية في الشارع او كذا، ولانه الاسرة لم تعطيها فكرة اصلا عن هذا الامر. حضرتك مسألة بقى التأهل قبل الزواج ده موضوع يعني ايه، اذا لم تتطرق اليه الاسرة واذا المرأة لم تتأهل فيه التأهل المناسب هتكون النتيجة انها هتدخل على موضوع الزواج وهي يعني غير مؤهلة له، زي واحد حضرتك بتلقيه في اليم وهو ما بيعرفش يعوم او يعني ما تعلمش السباحة. انا دكتور يعني يعني عايز اقول لحضرتك هو ده موضوع مهم وبرده هنتكلم فيه، هو موضوع التعامل مع الزوج في ظل ظروفه في ظل انشغالاته وهكذا. ولكن يعني يعني قبل ان يعني قبل ان نغادر موضوع الدجل والشعوذه، نعم حضرتك شايف ان هذا المعتقد فقط ينتقل بالوراثه ولا زي ما حضرتك قلت قد يكون بالايحاء، وما هي ظروف الظروف التي ممكن أن تهيئ استقبال المرأة واعتقادها في هذا الشأن بالإيحاء؟ هو حضرتك الحقيقة هي فيها أكثر من عامل. الحقيقة يعني العامل الأول هو الأسرة،
هل الأسرة يعني ممكن تكون هي واخدة هذا الأمر من خلال الأسرة أو من خلال العائلة؟ نعم. وممكن العائلة تسهم بدور في البناء الفكر الصحيح للمرأة في هذا الجانب. الأمر الثاني زي ما قلت لحضرتك، شخصية المرأة بطبيعتها هي قابلة للإيحاء إلى حد كبير. إيه الفرق بين واحدة والثانية يا دكتور اللي يخلي دي يعني 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 ممكن تستجيب لهذا الإيحاء والأخرى لا تستجيب؟ سؤال جميل جدا الحقيقة. هو مستوى التربية، ويعني يعني لما المرأة تبقى زي ما قلت لحضرتك في نوع من العلم وعندها نوع من الثقافة، ويعني الأسرة بذلة معها جهد في هذا الجانب، هيكون ثقافتها وهيكون علمها هيمنعها من أنها تفكر أو هتحط هذا الأمر في إطاره. يعني أيضا الانشغال، يعني بعض النساء أيضا قد يكون يعني عندهم بعض الفراغ، فحضرتك دي كلها عوامل تؤثر في لتفكير المرأة في هذا الجانب. لكن هي لو وضعته في الوضع الصحيح مش هيكون هناك أدنى مشكلة، لو هي يعني خدت اتجاه صحيح أو معرفة صحيحة وبناء فكر صحيح في هذا الجانب أو في هذا الموضوع. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد النحاس لما بنتكلم عن موضوع الدجل والشعوذة بيتبادر إلى أذهاننا على الفور صورة المرأة الريفية. وإذا حتى يعني استعرضنا قصص التعامل أو تعامل النساء مع الدجل والشعوذة بنلاقي إن حتى على يعني على مستوى الأسر المقيمة في المدن المتحضرة مثلا أو في المدن بشكل عام بنلاقي إن مصدر هذا الفكر هو قد يكون الجدة، قد يكون الحمى، قد تكون الأم. المهم في النهاية مصدر إلى حد ما بينتمي إلى هذه البيئة الريفية. هل أنا فعلا الكلام ده صحيح إن هذا الفكر مقصور فقط على بيئة معينة ولا ممكن يكون انتقل للبيئة المتحضرة؟ شوف يا سيد الفاضل، أساس نهضة الأمم هو العلم. إذا وضعنا العلم نصب عيوننا والتقويم الفكري للإنسان انصلح حال الأمة. بمعنى الجهل كان متفشيا في حقبة ما قبل الستينات في أغلب ربوع مصر، ولكنه بعد ثورة 52 بدأ والتعليم المجاني بدأ يتم احتوائه. أنا مش علق على مناهج التعليم ولا هدخل المنطقة دي، ولكن أنا أتحدث عن شيء، إن الذين عاشوا فترة الجهل هم الذين يرعى ينشأ بينهم ويترعرع ما يسمى بالإيمان بالسحر والدجل والشعوذة. تمام؟ ممكن يكون في دور للجدة للأنثى كبيرة السن أنها على قناعة بأن لا ده أنت معمول لك عمل، لا ده أنت مش عارف إيه. فالبنت لو البنت بقى متعلمة ومثقفة ولديها رؤية ولديها فكر، ربما وغالبا وليس ربما غالبا لم تقتنع بمثل هذه الخزعبلات. ولكن المفاجأة أنه في هذا التوقيت الآني وأنا أتحدث مع سيادتك أن هذه الآفة انتشرت وسط المجتمعات المثقفة وليس المتعلمة، المجتمعات المدنية وليس الريفية، المجتمعات الحضرية المثقفة. بل بالعكس ربما تذهل إذا أخبرت حضرتك أن أنا بدون ذكر أسماء أنا أعلم تماما أن إحداهن وهي أستاذة وأستاذة أكاديمية وتؤمن تماما أن معمول لها عمل، يعني حاجة مذهلة. فأنا شخصيا لا أجد تبريرا واحدا ومقنعا لمثل تفشي مثل هذه الآفة. وإن كان يعني أنا كمان عايز أسأل سؤال، هو ليه ما فيش عمل في إيطاليا ولا في فرنسا ولا في أمريكا؟ يعني ليه هناك ما يقولكش ده معمول لعمل ولا ده فيه سحر؟ إشمعنى في الشرق الأوسط؟ لا بس عايز أقول لحضرتك حاجة أستاذ أحمد، إن قد يكون المبدأ موجود وواقع موجود إن ممكن فعلا بتعمل أعمال، ولكن ممارسات النساء في الإيمان بأشخاص معينين أو الإيمان بهذا الموضوع أنه متحكم في كل سلبية تتعرض لها المرأة، أعتقد هنا الخلل. أقول لحضرتك حاجة، عمنا صلاح جاهين قال إيه؟ نعم.
ألف رباعية من رباعياته، ولدي نصحتك لما صوتك نبح، ما تخافش من جني ولا من شبح، ونهب فيك عفريت قتيل، اسأله ما دفعش ليه عن نفسه يوم من دبح وعجبي. بمعنى ان ايه، ان دلوقتي انت ممكن، انا ما بنكرش وجود الجن، انا اؤمن تمام وجود الجن ولا ينكر وجود السحر، ولكن يا جماعة مثلما اخبرنا القرآن واعلمنا عن وجود مثل هذه الاشياء، اخبرنا كيف نتحصن منها وكيف نحمي انفسنا، ونحن الذين نفتح الابواب لمثل هذه الخزعبلات لكي تدمر حياتنا. احنا لو على علاقة وطيدة بربنا سبحانه وتعالى، اذا كنا محسنين الى انفسنا ومحسنين الى اخواننا، واذا تعاملنا بصلاح وتقوى، هتقول لي المؤمن مبتلى، هقول لك المؤمن مبتلى ممكن يكون مبتلى بالمرض ولكنه لا يبتلى بمثل هذه الخزعبلات. ممكن تقول لي النبي عليه الصلاة والسلام بيقال ان هو اتعمله صحي، ماشي يا سيدي، ولكن احنا دلوقتي مش كل أمة الاسلام هتعمل لها عمل. استاذ احمد استاذنا قلت انا اخد تليفوني. الو الاستاذ مفتاح. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نور الشاشه بتوع عمرو. الله اشكرك اشكرك يا فندم، اتفضل يا فندم. لو سمحت كنت عايز اسال الضيف الكريم من حضرتك استشاره صغيره كده. نعم فندم. نعم كنت عايز اسال الضيف الكريم اللي مع حضرتك استشاره صغيره يجاوبني عليها. اتفضل 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 اتفضل. معانا الدكتور، معانا الدكتور احمد شلبي استشاري الصحه النفسيه، ومعانا ايضا الكادر التعبي الكبير الاستاذ احمد نحاس. الدكتور غني عن التعريف يا فندم. ماشي ضيوفنا بقى بتسالك عليهم. لو سمحت الدكتور احمد جبت دلوقتي عندها حادثة ان هي ايه؟ وتخيلت مثلا ان هي تكون مشهوره او حد عمل لنا عمل او ما شابه ذلك، وعلى طول تجري ورا المشايخ وتجري ورا مش عاوزين، وده يقول لها مش عارفه هات الدخول وبخر البيت وعمال، والبيت فيه عقده نفسيه بسبب الموضوع ده. فانا مش عارف يعني اعمل ايه، او هل فعلا حاجه زي كده ممكن تكون موجوده في البيت؟ انا ما بؤمنش بالكلام ده حقيقه، انا عن نفسي ما بؤمنش بالكلام ده خالص. اي نعم في سحر وكده، ده حاجه وارده في القران بتاعها، ومن شر حاسد اذا حسد، والحسد والسحر وكل ده يعني ده مؤمن به من جاز. بس هل ان هي تعمل كده دي مثلا حاجه خرجت عن الاراده او اذت حدها؟ عايزك تفيدني في الموضوع ده. حضرتك تسمح لي اسالك بعض الامور البسيطه، يعني هل حضرتك لسه متزوجين حديثا؟ ايه يا فندم؟ يعني هل الزواج لسه حديث؟ أنا بنتكلم حضرتك كويس. إيه أنت متزوج حديثا ولا من زمان؟ يعني لسه متجوز قريب ولا لأ؟ طب معلش يبدو. طب ممكن ياخد الرقم يتواصل معايا من الكنترول ده؟ يا ريت يا ريت، يعني الأستاذ مفتاح يتصل بينا أو يسيب بالرقم في الكنترول، دكتور أحمد شلبي هيتواصل معاه إن شاء الله. هو بيتكلم دكتور أحمد إن زوجته بتؤمن إيمان شديد جدا بفكرة الدجل والشعوذ، أو بفكرة إن في حاجة اسمها عمل وربط وفك، وانه ده يقدر يعمل ده، وانه ده جرب في شيء معين، يعني اسباب هذا الامر. وبتبقى فشل يعني تدخلوا الى المرض. فلما هو يسأل هيبقى فيه ايضاح، والله اذا كان ده حاجه سببها نفسي بتتصلح من الناحيه النفسيه، اذا كان في حاجه سببها الامر لكن يعني ايه ده الناحيه النفسيه، يعني الاسباب ربما تكون مش متعلقه بالناحيه النفسيه.
فبياخد النصيحة من الأخصائي وبناء عليه بيبقى يتصرف تصرف. لأن حضرتك كثير من الأشياء النفسية بعض الرجال بعض الأسر يعني بتحولها إلى أمور متعلقة بمثل هذه الأمور وهي بعيدة عنها تماما في الحقيقة. وفي طبعا أمور يعني فعلا بتحدث لكن الحال نسبتها قليلة ومحكومة ببعض الأطر أو بعض الضوابط المعينة. أستاذ أحمد نحاس تكلمنا عن انتقال أو حضرتك أشرت إلى انتقال مثل تلك الأفكار إلى المرأة في المدن أو المرأة المثقفة بشكل عام. بالضبط. طيب هل نقدر نقول ما المرأة زي ما الدكتور أحمد شلبي برضو قال لنا إن العلم بالتأكيد برضو يمنع إن يعني إن المرأة ممكن تتجه إلى هذا الاتجاه إذا كانت مثقفة أو متعلمة؟ فهل نقدر نقول المرأة المثقفة إذا تتجه إلى هذا الاتجاه بتتجه إليه بالبلدي كده الشاية وبتتعلق فيها؟ ممكن ممكن تعبير حضرتك دقيق. هي يعني ممكن تكون القشة اللي مش هقول التي قسم الضربة ولكن القشة التي تتعلق بها في محاولة للنجاة من مركب يقترب من الغرق. نعم. ربما هذا. نعم. وربما يكون ان هي اتجهت الى اساتذة او دكاترة او ما الى ذلك ولم تجد نتيجة. نعم. وفي بعض الاشياء في بعض الاحيان عشان الواحد يبقى صادق ان في امور يعجز العلم عن التوافق معها. نعم. ربما بتكون الظواهر شبه خارقة. تمام. ولكن مش بهذا الكم وبهذه الكثافة اللي موجودة في المجتمع المصري تحديدا. نعم. وبصفة عامة في المجتمع العربي. نعم. تمام. الانسان النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ايه؟ قل امنت بالله ثم استقم. امنت بالله ثم استقم باذن الله تعالى لن يأتيك ضرر الا باذن الله. لن يأتيك نفع الا باذن الله. يعني عايز اقول الواحد يرمي حموله على الله. يسعى وكل حاجة ولكن مش كل حاجة نرميها على الغيبيات. واصل الجن عمل اصل انا معمول عمل اصل الشيخ الفلاني. وبعدين للاسف في هذا التوقيت ظهر كثير من الاساقين والنصابين والمتكسبين والمتربحين وربما للاسف الشديد بتدخل في منطقه خطيره اخلاقيه انها بتتجه في اتجاه اخر ما يسمى بالتحرش الجنسي بالنساء المغيبات في هذا الامر. للاسف ده احنا حضرتك يعني الحقيقه محتاجين الى دراسه تقول لنا نسبة ده كان بين الأسر بصفة عامة صحيح وبين السيدات على وجه الخصوص. وأحيانا بيبقى حضرتك برضه هو احنا حاجة بنسميها ميكانيزم دفاعي بالنسبة لعلم النفس انه يعني أحيانا بيبقى ميكانيزم هروبي. يعني مثلا أنا بيبقى عندي قصور في ناحية معينة فبدل ما أجيب اللوم على نفسي أرمي الكرة في ملعب الغير في ملعب الغير. فحضرتك ده ايضا من ضمن حضرتك الايه الاسباب. عشان كده بقول لحضرتك لازم يبقى حد نفسي امين يقول لهم والله ده حاجه خاصه مثلا حاجه نفسيه ولا حاجه طبيه ولا حاجه يعني تتعلق بهذا الايه بهذا الامر. حضرتك بقى لكن يعني بمساحه ايه قد ايه بيشغل ده من تفكير المراه وقد ايه يشغل البناء الفكري للمراه هذا الجانب. يعني نستطيع ان احنا يعني معلش نقول انه كلما قل مستوى الثقافه والعلم كلما زاد هذا يعني مستوى الثقافه والعلم وايضا الفراغ كلما زاد هذا الاتجاه عند الاسر سواء كانوا رجال او سيدات وان كانوا اكثر شويه عند السيدات. دكتور احمد حضرتك يمكن لما تتكلم عن الاحصائيات نحن نتحدث عن ظاهرة ولا نحصيها أو بمعنى أصح نتحدث عن نسب أو نؤكد نسب بأن تلك النسبة هي الواقعية الآن ولكن نحن نتحدث عن ظاهرة مهما وأيا كانت نسبتها في هذا المجتمع ظاهرة ملموسة ظاهرة ملموسة. ولكن السؤال هنا الأستاذ أحمد نحاس يا دكتور أحمد أشار إلى نقطة في غاية الخطورة وهي أن الأمر قد يصل أحيانا إلى أن المرأة تسلم نفسها إلى هذا الشخص المدعي لأن هذا الشخص الذي يقبل ذلك أو الذي يحرض المرأة على ذلك فهو مدعي بالضرورة أو بالتأكيد مدعي.
فكرة المرأة تصل إلى هذه الدرجة من الانسياق وراء هذا الفكر، ما هو تفسيره؟ ما هو الحقيقة زي ما قلت لحضرتك إنه يعني عامل عدم العلم أو عدم المعرفة، وعامل اليأس من بعض الأسباب الطبية، نعم، وعامل الثقافة الشائعة انه طب روح لفلان او روح العلان وهو هيقوم يعني ايه، فده حضرتك له دخل يعني الصحبة او الرفاق اللي موجودين في الاسرة يعني بيبقى ليهم دخل كبير في هذا التوجه. لكن زي ما قلت لحضرتك هو يضبط بهذه الكيفية بحيث ان هو ياخد مساحته الطبيعية داخل الاسرة، وكل مشكلة ولا حل يعني لكل داء دواء، يعني مثلا جيزة مبربلة مضاد صلب فيش مشكلة بدون حل. لكن حضرتك المهم ان انا نمرة واحد اشخص المشكلة صح، نعم، لان انا لو مشيت في اي اتجاه وما كانش مظبوط زي واحد ياخد دواء خلص ايه المشكلة مش هتحل. يبقى نمرة واحد حضرتك ان انا لازم اشخص المشكلة تشخيصا صحيحا. نمرة اثنين لازم يعني الاحظها، ونمرة ثلاثة لازم اعطيها العلاج الصحيح. لان حتى لو انا شخصت المشكلة مظبوط وبعدين علاج مش مظبوط طبعا مش هتجيب نتيجة بيضة. يبقى حضرتك لازم في المشكلة الثلاث حاجات اللي انا بقوله لحضرتك دول، التشخيص الصواب، الملاحظة الدقيقة. طب انت دكتور احمد معلش، لما مرأة تضع نفسها في هذا الوضع بالنسبة لها والوضع الذي لا يتفق على الإطلاق مع المنطق أو العقل، المرأة في هذه الحالة ستصفها من الناحية السيكولوجية. يعني هو أنا الحقيقة لا، يعني أنا لازم يعني ما أقدرش أعمم، لأن هي حضرتك كل حالة لها ظروفها. يعني هل حضرتك هي لما تبقى ضعيفة في الثقافة ويعني جاهلة بهذا الأمر، أو إن هي الأسرة لم توعيها بهذا الأمر، هل أتهمها ولا أتهم الأسرة اللي هي ما علمتهاش واللي هي ما وعيتهاش؟ نعم. فحضرتك المسألة متشابكة، لكن الحقيقة أنا لا يعنيني إن أنا أتهم مين، يعني أنا يعني مش عايز أقول مين اللي عمل أو مين أو هي ظروفها إيه، لكن أنا اللي يهمني إيه هي المشكلة وإزاي إن أنا أوصل للحل الصحيح. طب أستاذ أحمد نحوز عشان إحنا تقريبا فاضل 4 دقائق على الحلقة تنتهي، أنت كرجل صحفي بالتأكيد مرت عليك الكثير من القصص في هذا الإطار، إيه هي أبرز الغرائب في سياق اتجاه المرأة إلى هذا الفكر؟ والله أنا هقول لحضرتك على حاجة، إحنا تقريبا كان في 2007، نعم، وكان في أعتقد قضية شهيرة تداولتها الصحف، نعم، إن تم القبض على دجال قام باغتصاب، هنقول عليها اغتصاب وإن كان برغبتنا، نعم، قام باغتصاب 21 سيدة مصرية تحت زعم معالجتهن من فك العمل وإخراج الجن ومثل هذه الأشياء. نعم. طبعا كرقم بالنسبة لنا رقم صادم جدا جدا جدا، وللأسف الشديد كان من 21 سيدة سيدتان مثقفتان، نعم، وبأكد انها مثقفة وليست متعلمة، نعم، هناك فرق بين المثقف وبين المتعلم، نعم، المتعلم هو من يقرأ ويكتب وممكن يكون خريج جامعة وبيعرف يقرأ ويكتب، انما المثقف هو من وصل الى مرحلة المستوى الرفيع من الفكر، نعم، لما تجد من 21 سيدتين، نعم، طبعا لا تعليق. طيب دكتور احمد شنو عشان في نص دقيقه كده ماشي، المراه الكفيفه، نعم، هل البناء الفكري لها يختلف بعض الشيء عن البناء الفكري للمراه المبصره ولا الاثنين على حد سواء؟ حضرتك الاثنين على حد سواء، المساوي المختلف في بعض الامور، نعم، المساوي في كل يعني في كل الحقوق في كل الواجبات، نعم، المختلف، نعم، بسبب الظروف الخاصة اللي هي كف البصر، نعم، ودي بتعوض بالوسائل التعويضية الأخرى. المرأة الكفيفة بتعمل كل ما تفعله، نعم، المرأة العادية، نعم، مثلا
البوتاجاز، من ناحيه الغساله، الثلاجه، الكي، الهدوم، كل ما يتعلق بالمراه العاديه تقوم به المراه الكفيفه، لكن برسائلها التي تختلف شويه عن المراه العاديه. دكتور احمد، لو قلنا ان يعني حضرتك رجل عالم وفي ذات الوقت كفيف، وتعلم المرأة الكثيفة مدى الإدراك الفكري والمستوى الفكري لها، كيف تقيمه دكتور أحمد؟ الحقيقة هو بيبقى في قدر من السمو والارتقاء، لأن هي كمان إلى جانب أنها امرأة ولا عاطفة، هي أيضا تريد أن تثبت ذاتها، تريد أن تثبت يعني تميزها داخل أسرتها وداخل المجتمع اللي هي فيه، فهي بتحسن وظيفتها كامرأة ووظيفتها كزوجة، وبتبقى بتتمتع بعلاقات جيدة يعني بعائلتها وبعائلة زوجها. والحقيقة احنا بنقول ده عن واقع وعن تجربة، وهناك يعني عشرات النماذج التي نعرف ان احنا يعني نعرفهم او نعرفهم بهذه المواصفات. في نهاية الحلقة احنا قلنا لازم الوزارة تصدر قرارات. لو قلت الدكتور احمد شلبي الاكبر سنة في هذه الجلسة وما جلالي عندنا برضو استاذ احمد نحاس، ولكن الدكتور احمد شلبي لو قلنا تصدر القرار الاول في هذا الاطار تقول ايه؟ ايه القرار الاول تصدره؟ القرار الاول لابد ان تتعلم المرأة وتتأهل لكل مرحلة عمرية تكون فيها، ابتداء من الروضة الى مرحلة الزواج الى مرحلة انجاب الابناء الى مرحلة التعامل مع اسرة زوجها الى مرحلة التعامل مع الشخص المسن داخل الاسرة. قرارك يا استاذ احمد. اول قرار هقوله يجب ان يتم سن قوانين وتشريعات تعاقب وتحاسب كل من يلجأ الى النصب والدجل والشعوذة واللعب بعقول النساء. لان يا استاذ عمرو، من امن العقاب اساء الادب. حلو قوي التعبير، من امن العقاب اساء الادب، تعبير رائع طبعا. اللي هو يعني العقاب بيكون رادع حتى لا يتنادى فيه هذا المجرم او غيره ممكن يدخل في هذا السياق. وانا اشارككم في تلك القرارات بقرار ان المرأة ترحم زوجها بعد ان يعود من عمله. ونختم بهذا القرار. بشكركم جدا جدا يا فندم، وفي نهاية اللقاء اعزائي المشاهدين بشكر ضيوفي الاعزاء الاستاذ الدكتور احمد شلبي استشاري الصحة النفسية والارشاد الاسري، بشكرك يا دكتور. وبشكر ايضا الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ احمد نحاس، بشكرك جدا يا فندم. اعزائي المشاهدين نشكركم ونلتقي بكم في حلقة قادمة الاسبوع القادم من برنامج وزارة النساء ووزارة افتراضية نسائية جديدة، مع تحياتي عمرو لطفي. شكرا والى اللقاء. الصحة والجمال لون جديد للحياة. الصحة والجمال جدا نشوف. وزارة دفاعك. أمراض الألم، إزاي نعالج آلام الغضروف بدون جراحة، آلام التليف العضلي اللي منتشرة في الجسم كله، بتعمل اكتئاب نفسي، بتعمل ألم وعصبية وصعوبة في النوم، وألم في الرقبة، وألم في الظهر، وألم صداع في الراس.